معنا احد يعني الجيران هنا اللي كان من اول الناس الموجودين في حريق الكنيسه. لكن كده ايه المشاهد الاولى؟ بص هو علي صوتك معانا. بص هو قبل اي شيء احنا طبعا نشكر رجال الداخليه الاول ورجال المطاف ورجال الاسعاف على وقفتهم معانا، ونشكر اهالي مطار امبابه برضو على وقفتهم معانا. بص هو حضرتك الكهرباء قطعت الساعه 8 ل 10 الصبح. تمام. 8 ل 5 كانت الكهرباء رجعت تاني. طبعا في مولد، المولد ده طبعا عمل رجع كهرباء، ولع التكييف، بدات النار تشتعل. انت كنت من اول الناس الموجودين؟ من اول الناس، عشان احنا الجيران، احنا اللي في وش في الوش. انتوا اللي في وش الكنيسه على طول. احكي لي بقى ايه المشهد الاول واول ما دخلت الكنيسه وعرفت ان في حريق. هو طبعا لما التكييف انشعل، النار اتشعلت، ما عرفوش ينزلوا. طبعا الجيران كلها نزلت وطلعنا. طبعا بدانا اللي احنا ايه، نطفي لحد ما ايه العربيات المطاف توصل. الحريق كان شديد؟ الحريق كان شديد. بس معظم الحالات اللي يعني الضحايا معظمهم من بعد اذنك، معظم الضحايا اختناق، مش كله اختناق. يعني النار ما طالتش الاطفال ولا؟ لا هو كله اختناق، كله يعني الحالات كلها اختناق. احكي لي بقى اول ما دخلت الكنيسه جوه عشان تنقذ الناس. بص هو حضرتك يعني ما بدأناش ننقذ الناس الا لما المطاف بدأت تيجي. لان النار كانت جامده. يعني انت ما قدرتش تدخل الكنيسه غير لما النار المطاف جت، وبدانا اللي احنا ايه نرفع الاطفال والرجاله، وكان في بنات وكان في ستات كبيره، وطبعا احنا قلبنا معاهم وربنا يعينهم. تحكي لي كده كان الاطفال طالعه شكلها ازاي؟ يعني المنظر صعب طبعا. يعني المنظر يعني مش مستاهله اللي احنا نتكلم في حاجه زي كده، عشان يعني في راجل كبير 65 سنه وقع من فوق. لا احكي لي النقطه دي بتقول ايه؟ راجل 65 سنه. انت كنت من اول الناس الموجودين؟ السنه اللي فتحت الباب. انت اللي فتحت الباب بتاع الكنيسه؟ لا ده كان في الحضانه، انا كنت طالع فوق لقيت النار شديده. فنازل لقيت باب جنبي بقى عايز افتح اطلع ميه اطلع اي حاجه قد النار. وانا بكسر الباب لقيت اطفال الحضانه، لقيت العيال وقع على الارض. كل العيل وقعوا؟ كل العيال. كله اختناق؟ كله اختناق. كان معاهم حد كبير؟ كان معاهم كلهم اطفال. فنزلت تاني فلقيت في راجل مغير جسمه على التكييف عشان الدخان كان جامد. فجه الجيران جاب البطانيه وهو كان هيقع اصلا. يعني عدد الاطفال يتراوح من كام لكام؟ من 25 30. 30 طفل. اكبرهم سنا كام؟ اكبرهم سنا 11 سنه. 11 سنه. كلهم 8 سنين 9 سنين 10 سنين. انت طبعا انت وزميلك بداتوا ان انتوا تطلعوا الاطفال من الجيش. بعد ما خلصنا الاطفال بعد ما جيراننا جم وبقينا نطلع، فبقينا نطلع فوق مش هنعرف نطلع الرابع عشان النار والحريق. فحسين فكر اللي احنا علي صوت حسين فكر اللي احنا ننط من على السطوح. السطوح ايه؟ باب السطوح مقفول بحديد. فقال لك ننط من البيت اللي جنبه على السطوح. فطلعنا نطينا بقينا نسحب بقى الناس منين؟ من الشباك. يطلع يقف لنا فوق التكييف نقوم مطلعينه لحد النار ما هديت وبتاع المطاف يدخلوا. فدخلنا بندور بقى على الناس في المركبه لقيت ابونا للسيس. فقمت شايله على كتفي ونازل بيه، بس كان سليم. كان سليم بس يعني كان بايخ. لا هو كان فاصل خالص. كان فاصل خالص. يعني ميت بقى ولا كان مخلوق. اتفضل كمل. بعد ما دخلت الكنيسه بدات تطلعوا الاطفال طبعا. الاطفال طبعا، وكان في حريم يعني برضو نفس الكلام كان مغمى عليها بس يعني في احد شهود العيال هنا قال ان ما كانش باين في حريق كبير. لا هو لا كان في حريق. النار طبعا الخشب النار طبعا بتتفاعل معاها على طول عامه. شكرا جدا ليك. شكرا جدا ليك.